يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وضع شريط تسجيلي فيه دف وأناشيد في العرس هل يكون من باب المشروع؟ إذا لا يفي بالغرض، لا يفي بالغرض الأناشيد، والأناشيد ما تنضبط أيضا، ما تنضبط، ربما تكون على شكل أغاني أو نغمات أو غير ذلك، أو معها موسيقى، لأن الغالب أنهم يخلون معها موسيقى، وهذا شيء مخالف، يعني مخالف لما ورد به الدليل، فيعمل ما ورد به الدليل. إن كون نساء يضربنا بالدف ويصوتنا بالأهازيج بينهن، نعم.